ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، خير من نقتدي بهم وخير من نأتسي بهم. قد قال تعالى في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء الأنبياء هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصص هؤلاء الأنبياء الكرام، وإلى قصة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قد تقدم شيء من ذلك في درس سابق. فإبراهيم عليه السلام الذي اشتهر بأبي الأنبياء هو الذي آتاه الله رشده، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هو النبي الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به في الخير. نبي الله إبراهيم قال في شأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقد نادى النبي محمدا رجل فقال: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. تقدم شيء من ذكره عند تفسير قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي ابتلاه الله بأوامر ونواهي، أوامر تحمل كلمات تحمل الأوامر وكلمات تحمل النواهي، فقام بذلك خير قيام وامتثل ذلك خير امتثال عليه الصلاة والسلام، فوفى كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. فلما كان منه ذلك قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. وكما سلف فلقد قال الإمام مالك رحمه الله: إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين والإيمان. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي فلما أتمهن، لما قام بهن، قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، أي يا رب اجعل من ذريتي أئمة. قال: لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما يا إبراهيم، ولو كان هذا الظالم من ذريتك فليس له عندي عهد أن يكون إماما، إنما الإمامة لأهل التقى، هكذا يفترض. قال: لا ينال عهد الظالمين. فمن ثم وكما بينا من قبل أننا وفي هذه المحنة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر، يلزمنا أن نبحث عن من يقيم الدين، يقيم أمر الله سبحانه، وينتهي عما نهى الله عنه. فهذا الذي يستحق أن يكون إماما، الذي يسمع ويطيع لله سبحانه وتعالى، الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي، هو الذي ينبغي أن يكون إماما. هكذا ينبغي أن نحرص أيها الإخوة والأخوات في مصر، نحرص على شخص صالح يخاف الله ويتقيه، ويحرص على تطبيق شرعته، ويحرص على الانتهاء عما نهى الله عنه. هذا الذي ينبغي أن يكون، ولا نعدل عن ذلك أبدا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يذكر الله سبحانه وتعالى وفي ثنايا قصة إبراهيم عليه السلام بالبيت الحرام، بالكعبة، بمكة كذلك.
فلإبراهيم عليه السلام معها شأن عظيم، فلذلك لازم التذكير بها، لازم التذكير بالكعبة فإبراهيم الذي بناها. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يسبون إليه يأتون إليه ويرجعون إليه إذا ذهبوا إلى بلادهم، نفوسهم تتوق إليه، تتوق إلى البيت الحرام، تتوق إلى الكعبة والطواف بها، تتوق إلى الصلاة في البيت الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وجعل الله الحرم آمنا، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ومن صورة هذا التأمين أو صورة هذا الأمان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وذكر أيضا أن إبراهيم حرمها، أي بتحريم الله لها، فقال عليه الصلاة والسلام في شأن مكة: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقتلى خلاها. فهذا شيء من تعظيم مكة. قال تعالى في شأن البيت الحرام: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال: ومن دخله كان آمنا. فيلزم أن يؤمن من دخل الحرم، لا يهان ولا يخوف ولا يذعر. ولذا كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في مكة لا يهيجه لا يخوفه، وذلك لتأمين الله سبحانه وتعالى مكة، ذلك لتأمين الله مكة. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بفعل الأمر، واتخذوا يا أهل الإسلام، واتخذوا يا من أردتم الحج والعمرة، واتخذوا يا من أردتم الطواف، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي تصلون عنده. ومقام إبراهيم صخرة كان إبراهيم عليه السلام يقف عليها لما ارتفع عليه البناء، فكان يقف عليها وإسماعيل يناوله الحجارة حجرا حجرا، وإبراهيم يبني أعالي الكعبة. فهذا مقام إبراهيم، والله قادر على كل شيء. فقد أثرت قدم إبراهيم في هذه الصخرة، وهذه الصخرة الآن تسمى مقام إبراهيم، أبعدت عن الكعبة هذه الأمتار في زمان عمر رضي الله عنه حتى يتسنى للناس الطواف، وإلا فقد كانت ملتصقة بالكعبة، كان الخليل يقف عليها ويبني أعالي الكعبة وإسماعيل ناوله الحجارة عليهما السلام. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه من الآيات التي وافق عمر ربه فيها، وافق عمر ربه فيها، أو وافق عمر ربه فيها. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت أتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. قال: يا رسول الله، لا تصلي على المنافقين فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: يا حفصة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية وفق ذلك. قال: يا رسول الله، لا تقبل الفدية من أسارى بدر، فنزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمن طاف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف تطوع فيسرع له أن يصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون بعد الفاتحة،
وفي الثانية بسورة الإخلاص بعد الفاتحة. إن تعذر عليه أن يصلي خلف المقام ابتعد، وإن تعذر عليه أيضا بعد الابتعاد صلى في أي مكان في الحرم. قال تعالى: عاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. عاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي عهدا. ما العهد الذي عهده الله إلى إبراهيم عليه السلام وإلى إسماعيل عليه السلام؟ عهد إليهما عهدا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذا عمل جليل، تطهير بيت الله وتهيئة بيت الله للطائفين والعاكفين يعني المعتكفين والمصلين الذين هم الركع السجود. فكل من سعى في إقامة بيت لله، وكل من سعى في تيسير أمر العبادة على الناس، له سلف صالح، وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فهذا عمل من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال، تهيئة أماكن العبادة التي يوحد فيها ربنا، والتي يدعى فيها ويرجى، والتي نسجد فيها لله ونركع. من يسر على المسلمين ذلك فله عظيم الأجر وجميل الثواب. ولقد قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي بلغ أعلى درجات الصحة: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال تعالى في شأن عمار المساجد ومن يبنونها، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيا هنيئا له من بنى لله مسجدا، يا هنيئا له من سعى في تيسير العبادة على العباد، يا هنيئا له، ويا له من سلف صالح سبق: إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تخدم المسجد، تقم المسجد، تجمع القمامة منه. سأل عن امرأة سوداء أو رجل أسود كان يقم المسجد أو تقم المسجد أي تجمع القمامة منه، أين هو؟ قالوا: مات يا رسول الله، أو ماتت ودفنه ليلا كرهنا أن نوقظك. قال: دلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه، فيا له من أجر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو تهيئة بيوت الله للعاكفين وقبلهم للطائفين. والطواف لا يكون إلا بالبيت الحرام والركع السجود. المصلين الذين يدور أمرهم بين قيام وركوع وسجود. عهد عهده الله سبحانه إلى إبراهيم وإسماعيل. ما هذا العهد؟ طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهراه من ماذا؟ طهراه من الأذى والقاذورات، فأماكن الصلوات تطهر. طهراه من البدع والخرافات، طهراه من الأوثان والأصنام، طهراه من أن يذكر فيه شخص بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبيوت الله اسم الله الذي يعلو فيها، وربنا الذي يدعى، وربنا الذي يرجى. لا يدعى ولي ممن أسموهم الأولياء، ولا يدعى نبي، ولا يدعى عبد صالح
إنما الذي يدعى ويرجى ويكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله غيره، ولا تسألوا أحدا سواه. قال تعالى لإبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويدعو لمكة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، فيجدر بنا أن ندعو أيضا لبلادنا أن يؤمنها الله وأن يسلمها الله، وندعو لبلاد المسلمين كذلك. وإن كان التأمين في شأن مكة، أعني وإن كان الأمان في شأن مكة، يختلف شيئا ما من ناحية التشريع عن سائر البلاد، إلا أنه أيضا ينبغي أن نسأل ربنا أن يؤمن بلادنا وأن يحفظها، فحفظه أعظم من حفظ أي شخص. نسأل الله أن يحفظها وأن يسلمها، أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يسلمها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فبلادكم يا أهل الإسلام يكاد لها، فاسألوا الله أن يحفظها، واسعوا جاهدين لتأمينها وللسعي في ذلك، وحتى تأمن وحتى تدوم عليها النعم، اسعوا جاهدين لتحكيم شرع الله فيها مع الدعاء المتواصل. فرب دعوة صالحة تؤتي أكلها بإذن ربها وينفع الله تبارك وتعالى بها. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، أراد من ربه أن يرزق المؤمنين فقط، إذ قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فلم يجب إلى هذه الدعوة، دعوة اختصاص الرزق بالمؤمنين بالله واليوم الآخر فقط، بل الله قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي أمتعه في الدنيا، ثم أضطره ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يقتصر الرزق، رزق الله سبحانه، على المؤمنين بالله واليوم الآخر، فلم يجب إلى مثل هذا. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، أي ألجئه، إلى عذاب النار وبئس المصير. فهذه من الدعوات التي لم يعطاها إبراهيم عليه السلام في الدنيا. قد يسأل شخص صالح في الدنيا سؤالا، وقد يرجو الله رجاء ولا يتحقق، وما عدم التحقق فإنه مثاب إن شاء الله. ذلك لأن الله قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ذلك لأن النبي أيضا قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فهل يتخلف دعاء الرجل الصالح؟ نعم، قد يتخلف دعاء الرجل الصالح ويدخر له في الآخرة. فنوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولم يجب إلى هذا. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالحاصل أن دعوات بعض الصالحين
قد تتخلف لأمر يريده الله، فقد يدعو الشخص بدعوة ولكن ربنا لا يعطيه إياها في الدنيا بل يدخر له ثوابها إلى الآخرة، وإن كان تقيا وإن كان صالحا. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم يذكر ربنا سبحانه بقصة بناء الكعبة أو بشيء من تلك القصة، فيقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال بعض العلماء: كانت الرمال غطت القواعد، ولقد كان البيت قبل إبراهيم، إلا أن الرمال غطت القواعد تماما، فجاء إبراهيم وأزاح الرمال ورفع البناء. قال ذلك فريق من العلماء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي وإسماعيل يعاونه وإسماعيل يسانده عليهما السلام، فيا نعم العمل، يا نعم العمل ويا عظيم الأجر، إذ الأجر باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل مصل يصلي إبراهيم له ثواب فيه. فهنيئا لأصحاب الدثور الذين ذهبوا بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، هنيئا لأصحاب الدثور الذين سعوا في تشييد المساجد وهم نيام في قبورهم، عفوا وهم في قبورهم، ويوم لقاء ربهم يأتيهم الأجر، يأتيهم أجر من صلاة المصلين وتلاوة التالين واعتكاف المعتكفين، يليهم يأتيهم نصيب من هذا الأجر. فله من توفيق إذا وفق من عنده مال لبذله في بيوت الله تنقية وتطهيرا وبناء وتشييدا وفق سنة الرسول الأمين، وإذ يبتغي بذلك وجه الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وهكذا ينبغي أن يقول من يعمل صالحا، لا يرتكن إلى عمله الصالح بل يسأل الله القبول، يسأل الله القبول على الدوام. فكثير منا ينسى ذلك، يتصدق أحدنا ويفرح، يتصدق أحدنا ويسعد، يصلي أحدنا ويسعد، ولكن ينسى أن يسأل الله القبول. فإبراهيم وآل الصلاح يعملون الأعمال الصالحة ويرجون الله قبولها، فجدير بعامل الصالحات أن يسألوا ربهم أن يتقبل منهم حتى الدعاء. فالخليل إبراهيم سيأتي قوله: ربنا وتقبل دعاء. ونبينا يقول: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فهكذا، وما أعمال البر نردفها بسؤال الله القبول. فكم من عامل يعمل وعمله يرد عليه ويلقى به في وجهه، كم من مصل يصلي ويلقى بصلاته في وجهه، كم من متصدق يتصدق ولا تقبل منه صدقته. فهكذا وردت الآثار والأحاديث في مضامينها ذلك. فأهل الصلاح يحرصون على سؤال الله القبول. ولقد قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ولقد روي بإسناد فيه مقال يسير أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة:
الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فهذا دوما أيها الإخوة شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ويسألون القبول، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الخليل إبراهيم عليه السلام وهو ابنه يرفعان القواعد من البيت: يبنيان المسجد الحرام، يبنيان الكعبة، وليس هناك شخص يراهما من البشر، يراهما الله سبحانه ثم الملائكة الكرام، أما من البشر فليس هناك أحد يراهما. أعني أنهما لم يرأي الناس بعمل، بل يعملان عملهما لله امتثالا. فقد قال الخليل إبراهيم لولده إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا يا إسماعيل. فتعاون على ذلك غير مرائيين، لا يطلبان تسميعا ولا شهرة بذلك أبدا، فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخليل إبراهيم وولده إسماعيل لم يعمل عملا يريدان به وجوه الناس، لم يعمل عملا يريدان به وجوه الناس، بل يريدان وجه ربهم الأعلى، يريدان وجه ربهم الأعلى بعملهما. وهكذا يجب أن نكون نعمل أعمالا صالحة نبتغي بها وجه الله. فالخليل وولده يقولان: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. لم يكونا يتصارعان على دنيا فانية زائلة كما يفعل كثير من الناس في زماننا أبدا، ولم يكونا يبتغيان شهرة كما يفعل الكثير في زماننا، بل يقولان: ربنا تقبل منا. علم أن العمل قد يرد فسأل الله القبول، علم أن العمل قد يرد عليهما فسأل الله القبول: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع، السميع لدعواتنا، السميع لأقوالنا، العليم بنوايانا، السميع لكل شيء والعليم بكل شيء كذلك. تسمع أقوالنا وتعلم نوايانا، فما نبني بيتا نرأي به أحدا، ما بنينا مسجدا نرأي به البشر، ما بنينا مسجدا يقال مسجد إبراهيم ولا مسجد إسماعيل، ما بنيناه لذلك بل لله. فلذا قال: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، سميع لأقوالنا، عليم بنوايانا. ثم يواصلان الدعاء مع العمل الصالح، وهذا مطلب لأهل الإيمان، يصاحبون الدعاء، يصاحبون الأعمال الصالحة بالدعاء، وفي ثنايا الأعمال الصالحة يدعون ربهم بين ثنايا التلاوة. إذا مروا بآية رحمة سألوا، مروا بآية عذاب تعوذوا، كما علموا من نبيهم الأمين عليه الصلاة والسلام، وهم صوم كذلك، وهم في صيامهم يدعون ربهم. فللصائم دعوة لا ترد، وكذلك في صلاتهم يدعون ويسألون، وهكذا في عمل الخير هذا. يقول إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، مستسلمين لك، طائعين لك، مقبتين لك. فلن يتأتى ذلك إلا بتوفيق من الله لهما، لن يتأتى ذلك
إلا بتوفيق من الله لهما. هل كانا غير مسلمين؟ كلا وحاشا، بل هما أئمة التوحيد، ومع ذلك يطلبون الثبات على الإسلام ويطلبون مزيدا من الاستسلام لله. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ليس لهما شعار إلا هذا، ليس لهما شعار إلا الإسلام والإيمان، هذا الدين، هذا المنهج. لم يكن أحدهما يعرف ما الديمقراطية ولا العلمانية ولا الليبرالية، لم يكن أحدهما يعرف هذه المذاهب الهدامة، إنما يعرف ربه ويعرف الإسلام، ويريد أن يكون مستسلما لله، لا لهواه ولا لشعب ولا لقبيلة ولا لفكر شاذ منحرف، إنما يريد أن يكون مستسلما لله. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مستسلمين لك، طائعين لك، خاضعين لك، خاضعين لك، مخبتين لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، واجعل من ذريتنا، فلم ينسيا الذرية، فلذرية حق. ولقد قال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالخليل وولده إسماعيل صادق الوعد عليهما السلام يدعوان بهذا الدعاء، دعاء صحب بالعمل الصالح، صحب بالنوايا الصالحة، صحب بالإخبات لله، صحب ببناء المسجد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة جماعة مسلمة لك، مستسلمة لك، طائعة لك. فيا له من دعاء غفلنا عنه، يا له من دعاء غفل عنه الكثيرون. فعلى كل منا أن يطلب من الله أن يجعله ويجعل ذريته مطيعين لله، سامعين لله، مخبتين لله، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، وضح لنا وبين لنا عبادتنا حتى نعبدك على بصيرة، وأماكن حجنا، وبين لنا مناسكنا، وتب علينا واغفر لنا، ما الذنب الذي اقترفاه حتى يقول وتب علينا. منهما نتعلم. إذا كان أهل الفضل وأهل الصلاح يطلبان من الله، يطلبون من الله أن يتوب عليهم، فالخليل وإسماعيل يبنيان القواعد، يرفعان القواعد من البيت، ويطلبان من الله أن يتوب عليهما، وتب علينا، وتب علينا. وهكذا أهل الفضل عموما لا يملون من سؤال الله المغفرة، لا يملون من سؤال الله العفو. لا يزكي أحدهم نفسه، بل وكما ترون ومع بناء الكعبة يقولان: وتب علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في أهل هذه البلدة مكة، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. سألا ربهما أن يرزق هذه البلدة بنبي منها، برسول منها، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد قال في حديثه، قال في حديثه: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم
وبشارة أخي عيسى إذ بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وكذلك قال على ما يحسن بالمجموع: ورأت أمي نورا خرج منها فأضاءت له أعناق الإبل ببصرى، أو كما قال، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله أرجو من سيادتك أن توجه لنا نحن المسلمون نصيحة، ولأبنائك خاصة، على ما يحدث الآن من أحداث وتشتيت وتمزيق بين الصفوف والأحزاب، فإلى أي حزب ننتمي؟ وإلى أي جماعات نسير؟ وهل ما يحدث الآن في ميدان التحرير بين كل يوم نعمل اعتصاما ونعمل اعتصاما للثورة وما شابه ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحن إذا سئلنا إلى أي حزب ننتمي، إلى حزب المسلمين العام، إلى الإسلام، إلى جماعة المسلمين العامة، إذ الله قال: إنما المؤمنون إخوة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، إذ الله قال: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، أي وفي هذا القرآن أيضا، اسمكم المسلمون، فهذا الذي ننتمي إليه. فنحن مسلمون نتآخى جميعا شئنا أم أبينا، إنما المؤمنون إخوة. أما التحزب المقيت الذي يؤدي بأهله إلى معاداة من لم ينتظم معهم، إلى العصبية للحزب ونبذ كل من لم ينتظم معهم، فهذا لم يأمر الله به، بل ورسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أثناء الرجوع من إحدى الغزوات كسع مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فتداعت لهذا جماعة ولهذا فئة، أوشكوا أن يتضاربوا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فنحن مسلمون، ديننا الإسلام، إخواننا أهل الإسلام عموما. هذا، بارك الله فيك ووفقك الله، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، رقمك بس تساعد بعد البرنامج عن عمو شخص. خذه من إخوانك في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله أنا حبيت أعلي من قدر نفسي، قلت أكلم حضرتك. استغفر الله، استغفر الله. ربنا يبارك لك في أولادك وذرياتك، ويحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وياكم. يا مصطفى يا عدوي، ويرزقك حسن الختام، ويبارك في دينك، ويعزك، ويعز الإسلام بك، ويعز نبيك. ولك والسامعين. أنا بحبك في الله حب. أحبك الله، لا تسرف. بارك الله فيك. ربنا يعزك ويحفظك. بارك الله فيك. فأنت رجل. استغفر الله، بارك الله فيك. اقتصد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أسأل الله أن يحفظك، يعني تكرم بأن تكون طائعا لله، وأن يبيض وجهك في الدنيا والآخرة. ولك بمثل. نكرم جميعا، بارك الله فيك. من العاملين وفي الآخرة. اسمع كلامي، بارك الله فيك. جميعا نحن نكرم بطاعتنا لله، وإذا حدنا عن طريق الله سنهان. أيقن بهذا، أيقن بهذا الذي ذكره الله في كتابه. نحن نكرم جميعا بطاعتنا لله، ونهان إذا عصينا الله. نكرم في دنيانا وفي آخرتنا بطاعتنا لله، ونهان ونذل ونمتهن إذا عصينا الله. فلنحرص جميعا على ما ينفعنا، لنحرص جميعا على ما ينفعنا، وهو أن يرضى عنا ربنا، وأن يجعلنا عبيدا له، طائعين له، مسلمين له.
نسأل الله ذلك، اللهم آمين. وجزاك الله خيرا على ما تفضلت به. السلام عليكم. يقول الله سبحانه: وبعد أن بين أمر شيئا من أمر الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لا يعدل عن الإسلام وعن طاعة الله إلا السفيه، لا يعدل عن طاعة الله ولا ينحرف عن طاعة الله إلا من بخس نفسه حقها وظلمها وأهملها. فمن حق نفسي علي ومن حق نفسك عليك أن نجلب لها الأمان في الدنيا والآخرة، ولن يتأتى لها الأمان إلا بطاعة الله عز وجل وعبادته وطاعة رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، واعتناق الملة الحنيفية السمحة التي أصل أصولها لا إله إلا الله، فلا رب سواه، لا يسأل غيره ولا يرجى سواه، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا يكن شيء في الأرض إلا بإذنه، فهو الذي يعبد وهو الذي يرجى وهو الذي يسأل وهو الذي يطاع سبحانه. من يرغب عن هذه الملة الحنيفية السمحة لا يرغب عنها إلا السفيه، مهما أوتي في الدنيا من منصب، ومهما أوتي في الدنيا من جاه، ومهما أوتي في الدنيا من مال، وهو منحرف عن طاعة الله وعن التوحيد فهو سفيه، فهو سفيه. فالذي يدعي لله الولد شخص سفيه، والذي يدعي أن الله معه شريك شخص سفيه، والذي يدعي أن الله ثالث ثلاثة شخص سفيه، والعاصي المنحرف سفيه بقدر انحرافه وقدر حيوده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ مصطفى. نعم تفضل. إياك يا أخي. الحمد لله، بارك الله فيك. يا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معك عبد الحفيظ من اليمن. تفضل يا عبد الحفيظ، بارك الله فيك. قطع الخط على الأخ اليمني، وقد قال النبي في شأن أهل اليمن: ويا لهم منقبة فليتهم يرعونها، الإيمان يمان والحكمة يمنية. نسأل الله أن يزيدهم إيمانا وحكمة وإيانا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلك الله سيدي ورفع الله قدرك ومقامك ومنزلتك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم السيادة. تفضل. تحية لليمن وللأمة العربية قاطبة وللأمة الإسلامية. سيدي، نحن نعلم علما يقينيا، أعرض عن كلمة سيدي أرجوك، عين اليقين أن الأمر كله لله عز وجل، والأرض لله يورثها من يشاء، ونحن قوم نريد أن نحيا كراما، نريد حقيقة ألا نرجع إلى الوراء فيستذلنا أقوام هم أذلاء لأعداء هذه الأمة. و أتلي على مسامع فضيلتك كلمة للشيخ محمد حسان، متعك الله وإياه بالصحة والعافية. هل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ طبعا لا. فنحن قوم نريد يعني العزة الكرامة من منطلق ديننا، ديننا الإسلامي، فكيف السبيل سيدي وهؤلاء القوم يعني يريدون إسقاط المشروع الإسلامي، يريدون. أخي الكريم، فضل يا سيدي، بارك الله فيك وحفظك. ليس معي شيء إلا كتاب الله، ولعل فقط الفهم قد يختلف، فأنا بقول مذكرا بقول الله تعالى:
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كلام رب العالمين. فالشخص منا إذا كان تقيا سيكون كريما. من التقي؟ لأن مفهومها يضيق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذا صاغها البعض بقوله كل مؤمن تقي هو لله ولي. من مضامين التقوى، من مضامين التقوى أن تكون موحدا، مصليا، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مجتهدا في نصرة دينك، مجتهدا في نصرة دينك، باذلا من مالك ووقتك، جهدا ووقت لنصرة هذا الدين الحليف. من مضامين دينك أن تسعى لتحكيم شريعة الله. فليس معنى التقي هو المعنى القاصر الذي ترسب في أذهان كثيرين من الناس، إنما التقوى التي قال تعالى في شأنها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست بالمفهوم القاصر الضيق الذي اعتقده بعض الناس. إنما إذا رأيت رجلا قولا بالحق، لا يخشى في الليل لومة لائم، مصليا، آمرا بالمعروف، نهيا عن المنكر، يقول أيضا كلمات الحق عند السلاطين الجائرة، وأيضا ينتشل المظلوم ويأخذ بيده وإلى طريق الله سبحانه ويمنع الظالم من ظلمه، فكل هذا من مضامين التقوى. فلا تتصور أننا إذا قلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أننا نثبط عن فعل خير أبدا. فهذا مفهوم، اعذرني إذا قلت، ولا أتهمك به أنت حاشاك، إذا قلت إنه مفهوم قاصر، لأن الخيرية نيطت بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل ولقد لعن الله في كتابه على لسان نبيين كريمين، لعن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولقد ذكر الله سبحانه في آية هي من أشد الآيات على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وكما أن العالم يكرم وتسبح وعفوا وتدعو له وتستغفر، الحيتان والطيور وغير ذلك تسبح له وتدعو له وتستغفر له. فعلى النقيض والمقابل، إذا هذا العالم كتم علما ينتفع به فإن الملائكة تلعنه ودواب الأرض تلعنه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من اللاعنين دواب الأرض إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولكن كل ما هنالك أن الحكمة مطلوبة والموعظة الحسنة مطلوبة والأخذ بالأمر من جميع جوانبه مطلوب. فقد ينظر شخص من جانب واحد، وقد ينظر شخص من جوانب متعددة، فأحيانا تختلف الاجتهادات. وإلا فنسأل الله أن يجعلنا وإياك من السعاة في الخير، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. سامعني فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أسمعك. الله بارك الله فيك. أولا نحيي القناة الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها بإذن الله وفي القائمين عليها. اللهم أمين. ثانيا حضرتك عايز تتلو آية القرآن اللي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون كيف تعملون. فحضرتك دلوقتي ربنا الحمد لله أراد أن الإسلاميين يخشوا مجلس الشعب، يعني ربنا سبحانه وتعالى
أثبت بالدليل القاطع بعد 1400 سنة أن القرآن بتاعه لغاية النهاردة ماشي معجزات هتتكرر. هلك العدو وثبتهم. فعايز حضرتك تدعو كل من هو في البرلمان سواء مجلس شعب أو شورى توجه عليه رسالة بالآية القرآنية الكريمة دي أن ربنا سبحانه وتعالى هلك العدو وثبتهم في الأرض. فهو ربنا سبحانه وتعالى بينظر ماذا يعملون. إذا عملوا كويس والشعب نفسه إذا الشعب اتجه ربنا سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج إلى بيت الله إن استطاع إليه سبيلا فربنا سبحانه وتعالى هيقوم فينا غصب عننا. بارك الله فيك. صالح جزاك الله خيرا. الله. الله يبارك فيك ويكرمك. وبارك الله تعالى في حضرتك. ومن أحسن ما نذكر به جزاك الله خيرا وأحسنت وأفدت وأجدت لما ذكرتنا بقول نبي الله موسى عليه السلام لقومه لما قال قومه له أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي الحقيقة وأعتذر إلى الله سبحانه مما صدر من تمثيل غير حسن للإسلام في هذه الأجواء التي نعيشها. افترقوا كثيرا وما كان ينبغي أن نفترق. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول وأصدق القائلين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالآن الأوان لأن تتحد الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم هي الصراعات على السلطة التي والله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. إن أولها ملامة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام فيها بأمر الله. فالحاصل وجب علينا أن نجتمع وجب علينا أن نتعاون وأن نتآخى. وشكر الله لكل من يسعى لجمع كلمة المسلمين. شكر الله لكل من يسعى في جمع كلمتهم والتأليف بينهم. ولا جوزي خيرا من يبث بذور الفرقة والخلاف بين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بعد إذن حضرتك شيخ. نعم. أنا دلوقتي عندي ابن وأخويا الكبير. أنا عندي ابن. الله يبارك لك فيه. وأخويا الكبير عنده ابن مقارب من سنه. طيب والسؤال؟ فأنا لو جبت حاجة لابني لازم أجيب زيها لابن أخويا ولا إيه؟ لا يلزم. إن فعلت فهو حسن إن كان في مقدورك وإن لم تفعل فليس بواجب عليك. بعد إذن حضرتك شيخ أعز لكم حضرتك بس خذوا من الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين شيخ؟ من فضلك يا شيخ. نعم الفضل الله. فضل دلوقتي أنا ربنا من علي والحمد لله رب العالمين وختمت القرآن الحمد لله. بس دلوقتي أنا المفروض أن أنا في طريق الإجازة. والسؤال؟ بس عندي مشكلة أن أنا حاليا عندي بنتي في ثانوية عامة وعندي مذاكرات كتير مع الأولاد وحاسة أن أنا مش هقدر أكمل إجازة السنة دي. ممكن اكتفي بالختمه وخلاص ولا الاجازه اخدها؟ لا خلاص اذا كنت ختمت الحمد لله على معلمه صالحه وانت متقنه فالحمد لله. الاجازه هذه لن تقربك كثيرا من الله انما هي لمزيد من الاتقان. فان كنت متقنه فالحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وفي هذا ذكرى لمن كان له قلب في هذا ذكرى لمن كان بعيدا عن طريق الإسلام وفي هذا ذكرى لمن كان من أصحاب المذاهب الهدامة المخالفة للدين والشريعة
ومن يرغب عن ملة إبراهيم يرفضها ويبتعد عنها. ملة إبراهيم التي هي التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فلم يكن إبراهيم عليه السلام يدعي أن الله له ولد، ولم يكن يدعي أن الله له صاحبة، ولم يكن الخليل يدعي أن عيسى هو الله وابن الله، وما جاء عيسى إلا بعده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا وأيضا في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله إن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له، ولا داعي للقسم. بارك الله فيكم، فأنت مصدق. تفضل. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، إن الله سبحانه وتعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام، فما حكمة الله سبحانه وتعالى في إن الرجل المسلم ممكن يتزوج من إنسانة نصرانية أو من يهودية؟ أعاد الجزء الأخير من السؤال. إن الدين عند الله الإسلام، ما السؤال؟ الحكمة في إن الله سبحانه وتعالى جعل إن الرجل ممكن المسلم يتزوج بإنسانة تشرك بالله أو لا تؤمن بالنبي، فما حكمة الله في ذلك؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، الحديث اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيقول اخرجوا كل ما كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا سئلنا عن أي سؤال، أو سئلنا أي سؤال يتعلق بالتشريعات، فجوابنا الأصيل أن الله سبحانه يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء كجواب إجمالي. فمثلا إذا سألنا سائل لماذا تتيمموا إذا فقدتم الماء، نقول نحن مسلمون والله أباح لنا ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قال لنا قائل لماذا لا تحل المعاشرة النساء إلا بعد أزواج، إلا بعد زواج، يعني لا يحل الجماع إلا بعد زواج، قل هذا كلام الله، هذا أمر الله سبحانه. إذا قال قائل لماذا إذا طلقت المرأة ثلاثا لا ترجع إلى الزوج إلا بأن تنكح زوجا غيره، نقول هذا كلام الله ونحن سامعون مطيعون. فإذا جاء شخص قال لماذا أباح الله لنا أن نتزوج اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنقول الله يفعل ما يشاء ونحن سامعون مطيعون لله. هذا الجواب الأصيل، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الجواب الأصيل. بعد يمكننا أن نلتمس التماسات أو نجتهد اجتهادات، قد تصيب تلك الاجتهادات وقد تخطئ، لكن أصل أمرنا طاعة لله كما أمرنا في كتاب الله. فمن الالتماسات التي تلتمس في الإجابة على ما ذكرت، أن اليهودية أو النصرانية تقر برب وإن كانت تشرك، فالرجل له القوامة على المرأة، الرجل له القوامة على المرأة في الغالب، فنطمع أن تسلم هذه اليهودية أو النصرانية، وإن لم تسلم فهي تحت الرجل كزوجة، تحت امرأته كزوجة. هذا الذي طراء لي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك سيد الشيخ. وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الشيخ، أسألك عن القبر، كيف هل أستطيع بناء القبر على زوجة؟ معناها القبر هل يستطيع أن نكتب اسم على اللوحة ونضعها فوق القبر، أو بناء القبر، وكيفية الزكاة على روح على الأرواح سيدي؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنلجأ إلى أو أجيب على سؤال الأخ السابق، أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة،
الحديث ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم. أما عن الكتابة على القبر فهذه من مسائل الخلاف بين العلماء، هل تجوز الكتابة على القبر أو لا تجوز؟ والوجهان قائمان في المسألة، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك. وأصل ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في الصحيح أنه نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، هذه ثلاث فقرات، نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، هذا في صحيح مسلم من حديث جابر من نفس المخرج أخرجه غير مسلم وزاد زيادة أن يكتب عليه من طريق سليمان بن موسى عن جابر، فزيادة أن يكتب عليه أعرض عنها مسلم أخرجها غيره، فأعلها بعض العلماء وحسنها البعض، فالذين أعلوها قالوا إذن ليس عندنا حديث آخر في الباب ينهى عن الكتابة على القبر. فقال فريق من العلماء لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام على عهده كان يكتب على القبور، فأجيب على هذا بأمرين، الأمر الأول أنها كانت منخفضة، الأمر الثاني أنها كانت قليلة، وإلا فالرسول قال عليه الصلاة والله وسلامه استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، قالوا فدل ذلك على أنه كان يعرف قبر أمه، فإذا اشتبكت القبور وتكاثرت ولم يمكنني معرفة قبر أمي إلا بكتابة عليه، فيرى المجوزون جواز الكتابة لهذه العلة. فالوجهان قائمان، بأي شيء بأي رأي أخذت فلك سلف ولك مستند والله أعلم. أما البناء على القبر فلا يجوز إلا إذا دعت الضرورة لذلك، لأن النبي نهى على البناء على القبر عن البناء على القبر. أما الزكاة على الأرواح فما فهمت مرادك بالزكاة على الأرواح، إنما تجوز الصدقة على الميت، ويجوز الدعاء للميت، ويجوز الاستغفار للميت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم على خير. وفيك بارك الله. أنا اتصلت بحضرتك أكثر من مرة وسألتك واتصلت على الهاتف الخاص بتاعك برضو. ما السؤال؟ لكن جوزي طلقني 4 مرات وهو مصر إن أنا لسه مراته، وأهل مصرين إن هم يرجعوني ليه. فأنا يا شيخ هم دلوقتي قاعدين بسمع حضرتك. يا أختي بارك الله فيك. يقول الله سبحانه، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس في الأول. أبوي بيقول لي أنا غضبان عليكي ومش هسامحك طول عمري. طيب دعيني أتكلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يقول الله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال في الآيات من سورة البقرة فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالأخت سألت سؤالا مضمونه أن زوجها طلقها 3 تطليقات متفرقات، بين كل 4 تطليقات متفرقات، بين كل مرة ومرة فترة زمنية 4 تطليقات وهو عاقل ليس مجنونا متفرقات، فجوابي لها أنه يحرم عليها البقاء معه منذ أن طلقت التطليقة الثالثة، والمدة التي عاشتها بعد التطليقة الثالثة عاشت في الحرام، والطاعة في المعروف، فلا طاعة للأب ولا للأخ ولا للزوج ولا لأي شخص في هذا الباب. إذا طلقت المرأة 3 تطليقات وإن كان أبوها غضبان عليها أو غير غضبان فلا طاعة في مثل هذا، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أبوها غضبان أو غير غضبان هو المفترض أن يتقي الله في نفسه ولا يجعل ابنته تعيش في الحرام بعد التطليقة الثالثة. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، وفي الختام يقول تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. فكل حائد عن شريعة الله وعن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو سفيه، وإن كان رئيس دولة، وإن كان ملكا، وإن كان وزيرا، وإن كان من أصحاب المليارات، وإن كان مهما كان وهو حائد عن ملة إبراهيم فإنه سفيه، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل وهو أضل من البهيمة، لأن الله قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فجدير بنا جميعا أن نتبع ملة إبراهيم الموحد، لا نعبد إلا الله، لا نشرك بالله شيئا. فعلينا جميعا ألا نشرك، فالشرك ظلم عظيم، يورث الشخص أرض المنازل وأدناها في الجحيم، وكذا فالشرك يحبط الأعمال. ومن هذا المنبر أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها وفي العاملين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر نصارى مصر بما لهم علينا من حق الجوار غير غاش لهم، وربي يعلم لا أريد أن أغشهم ولا أدلس عليهم، أنتم على خطر عظيم بشرككم بدعواكم أن الله له ولد، فالله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، ولقد أرسلت الرسل وأنزل هذا الكتاب العزيز، ومن أسباب نزوله كما قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يا معشر النصارى، إن السماوات والأرض تكاد أن تخرب بسبب دعواكم الولد لله. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي تكلمتم بكلام عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ولم يكن الخليل إبراهيم يدعي ولدا لله، ولم يكن يعبد عيسى من دون الله. فأنصحكم لله أن تتوبوا من شرككم حتى لا تخلدوا في النار. وإلى صوفية مصر أنصحهم بتوحيد الله، فالسيد البدوي لا ينفع ولا يضر، والحسن والحسين لا ينفعان ولا يضران وهم أموات، بل والرسولون الأمين لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. فلا تطلبوا المدد إلا منه سبحانه وتعالى، لا تطلبوا من ميت قد مات، فإن الشرك ظلم عظيم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أذكر أيضا الساسة المصريين بتقوى الله وأن يحكموا شرع الله في البلاد، فالله يريد ذلك، فلا تردوا أمر الله. ثم شعبكم المسلمة تريد ذلك، فلا تخفروا ربكم في ذمته، ولا تخدعوا شعوبكم ولا تخدعوا أنفسكم، ومن ضل فإنما يضل على نفسه. ثم أنصح الرئيس المسجون وسير المسجونين من الوزراء والبطانة وغيرهم بالتوبة إلى الله والرجوع إليه، فباب التوبة مفتوح مع رد المظالم إلى أهلها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وكشف الله الضر عن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي سائر البقاع، اللهم آمين. جمع الله كلمة المسلمين على كتابه وسنة رسوله الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص التي ذكرت لعبادك.